الأسواق العالمية اليوم لاحظنا عودة لصعود أسعار النفط بحدود 1%، لربما هي بسبب التوترات الجيوسياسية. دائما الخشية من ربما ضعف في الإمدادات عندما تحدث بعض من هكذا أمور. اليوم لاحظنا دخول على الملاذات الآمنة على الذهب الين، ولكن كونه الين يصحح فنيا وجدنا استجابته كانت ضعيفة للدخول عليه كملاذ آمن. فيما يتعلق طبعا بأداء المؤشرات العالمية اليوم، تمر لدينا بعض الأسواق الأوروبية بعطلة رسمية بمناسبة ما يسمى بالاثنين الأبيض. للحديث أكثر عن أداء الأسواق العالمية معنا في استوديو البرنامج السيد رائد خضر، وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا رائد. بداية، هو أول يوم في الأسبوع الأسواق العالمية، توقعنا الفوتسي يأتي مستجيب للأحداث ربما الهجمات في لندن، لكن استجابته كانت أفضل مقارنة أو بمقابلة لتصريحات تيريزا ماي بأن الانتخابات ستكون في وقتها. كيف تفسر أداء الأسواق اليوم؟ أذكر أنه عندنا ثلاث أسواق أوروبية اليوم في عطلة أيضا. بالتأكيد، يعني أعتقد كان في عندنا نوع من هذا التخبط الذي كان خلال تعاملات الأسبوع الماضي على وجه التحديد بنتيجة استطلاعات الرأي المتعددة التي جاءت بقراءات متضاربة إلى درجة كبيرة حول من سيكون هو الفائز وما هي الأغلبية أو ما هي نسبة الفوز للمحافظين. طبعا الاعتداءات كان من المتوقع أن تشكل نوع من أو تضغط المستثمرين إلى الريسك أوف مود أو التجنب المخاطر إجمالا، لكن كما ذكرت فعلا هي تصريحات تيريزا ماي التي يعني إلى حد ما قللت من الخطر أو إمكانية تأجيل موعد الانتخابات أو ما إلى ذلك من التخوفات لدى المستثمرين إجمالا. بذلك رأينا بعض الانعكاسات، لكن أساسا كان في عندنا تراجعات واضحة خلال الفترة الماضية، والباوند أيضا تعرض إلى ضغط بالاتجاه المنخفض، لأنه كانت الدعوة للانتخابات أولا من مصدر ثقة، من مصدر قوة لدى تيريزا ماي أنها سوف تحقق انتصار قوي وهي وحزب المحافظين، ولكن العكس حدث إلى درجة كبيرة حتى الآن. صحيح، تقارب وجهات النظر أو النقاط ما بين المحافظين وأيضا العمال، إلى أي حد هذا قد يعطي نوع من عدم الثقة بأن ربما تيريزا ماي سوف تفوز أو هذا أو يدعم الحركة الاستثمارية؟ يعني كيف ممكن أن يستثمر حاليا المستثمر وأنه لا يعرف من سيفوز من 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 الحزبين، وأيضا إذا ما كان سيكون هناك امتداد للبريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ تماما، إذا عدنا بعض الشيء إلى موعد الانتخابات التي دعت إليه تيريزا ماي، كان هناك نوع من الثقة لدى تيريزا ماي بأنها سوف تحقق انتصار قوي. طبعا الهدف من هذا الانتصار القوي هو توحيد الصفوف داخل البرلمان البريطاني قبيل الدخول في البريكزيت أو خلال مفاوضات البريكزيت للحصول على يعني قرارات واضحة وقوية لصالح المملكة المتحدة. لكن بمثل هذا الانقسام اللي نحن عم نشوفه قبل الانتخابات أو من خلال الاستطلاعات حتى الآن، وفقدان مقاعد أيضا للمحافظين داخل البرلمان لحساب العمال، بالتالي سوف يكون هناك جبهتين، جبهة داخلية وجبهة خارجية داخل البريكزيت، وهذا سوف يضغط أكثر على الباوند ويضغط على الأسواق البريطانية على وجه التحديد خلال الفترة الماضية. ليس له أثر إيجابي، خلينا نقول، إذا كان فعلا نتيجة الانتخابات تشير إلى هذا الانقسام أو إلى تراجع المحافظين، بالتالي سوف يكون هذا مثل ما ذكرنا الجبهة الداخلية، وبالتالي شفنا الباوند أساسا يتفاعل بالتراجع الواضح على مثل هذه الاستطلاعات التي تشير إلى تراجع المحافظين. مهما كان مقياس الفوز لدى المحافظين، ولكن لا يزال هناك هذا السبب الرئيسي الذي يكمن وراء الانتخابات. نذهب إلى آسيا، وأنت تعلم جيدا بأنه يعني كان هنالك تقويض لفرص الصين في النمو، وحتى يعني المساس بالتصنيف السيادي، يعني منذ 3 عقود لم يتم الحديث عن تخفيض التصنيف السيادي للصين في ضوء هذه المتغيرات وخاصة حجم الدين العام للصين. تظهر لدينا القراءة الرسمية اليوم يتم إعلانها فيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين، وتظهر أفضل من التوقعات، يعني ما زال الاقتصاد يسجل لدينا نمو. انعكاس ذلك بدأ واضح اليوم على اليوان، لكن بشكل عام كيف سينعكس على أداء الاقتصاد الصيني وأداء المؤشرات الآسيوية؟
يعني خلينا نقول إذا هذه القراءة بدنا نعطيها تقييم أساسا من بين القراءات التي كانت قد صدرت من الصين فهي متوسطة إلى ضعيفة التأثير بالمقارنة مع القراءات على سبيل المثال البي ام اي للصناعات التحويلية والتي تعتبر قطاع مهم وبارز في الصين. قراءات كانت متضاربة خلال الأسبوع الماضي، حصلنا على قراءة كيشين أقل من المتوقع وأقل من 50 في حين كانت القراءة الرسمية البي ام اي كانت أعلى من التوقعات. هذا الدليل أو الأرقام يعني لا تخفي ذلك، خلال الفترة الماضية هناك هذا التباطؤ والضعف في الاقتصاد الصيني، هناك هذه القراءات الأقل من المتوقع وهي متأثرة بشكل عام سواء كان بالمشاكل الداخلية في الصين وسواء بالمتغيرات الخارجية، تراجع الطلب العام يعني إلى درجة كبيرة أثر على قراءات البي ام اي وقراءات مؤشري مديري المشتريات واللي هي بتقيس التضخم إجمالا واللي بتعطينا قراءة أوضح إلى الطلب العالمي كيف عم يكون بالفترة الماضية سواء على الخدمات أو على قطاع الصناعات التحويلية، عم نظهر ضغط على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وتقييم موديز الذي كان بالتخفيض يعني هو تخفيض من جيد إلى أقل جودة بعض الشيء ولكن يبقى أثره على ثاني أكبر اقتصاد في العالم كبير. لا زالت أيضا التصريحات من السيد دونالد ترامب بخصوص الحمائية نوعا ما، لاحظنا أنه بعد التصريحات تقول أنه يريد فرض عقوبات محتملة على قطاع النفط في فنزويلا وأنه ربما متخوف أن يكون هناك تعاون أو تقديم شركات أمريكية لدعم مالي ومادي طبعا لعدد من شركات النفط هناك. كيف ممكن أن نعتبر هذه التصريحات الجديدة للرئيس؟ يعني عودنا ترامب بهذه التصريحات الحمائية خلينا نقول اللي هي تعتبر صلب الرأي الإدارة الجديدة، طبعا هذه تخدم السياسات الحمائية تخدم حماية المصالح الأمريكية أو الاقتصاد الأمريكي أو القطاع الخاص الأمريكي والشركات الأمريكية، وهذا اللي تحدثت فيه معك اللي هو إظهار القوة أمام الضعيف إلى حد ما قد يضغط أكثر على باقي الأقطاب الموجودة سواء كانت فنزويلا أو سواء كانت المكسيك أو سواء كانت هذه الدعوات القاسية التي يعني يرددها ترامب بشكل كبير، ما هو مدى تأثيرها في الأسواق؟ إلى درجة كبيرة الأسواق عم تتفاعل عندنا مع هذه الأحداث ونتوقع افتتاحات أسواق اليوم الأمريكية أن تكون متفاعلة مع مثل هذه التصريحات. صحيح. يعني تحتاج إلى بعض الثقة أكثر بخصوص قطاع الطاقة والنفط، تماما أكيد. تحتاج إلى بعض الثقة أكثر وممكن أن يكون في عندنا تحسن في قطاع الطاقة على سبيل المثال لأنه هذه التصريحات تخدم بشكل مباشر، لأنه الخبرة السابقة اللي نحن واجهناها مع ترامب كل تصريح يخدم قطاع معين ولاحظ هذا القطاع يتفاعل إيجابا مباشرة بعد هذه التصريحات، وبالتالي يعني إلى درجة كبيرة عم بتكون تصريحات ترامب ذات تأثير كبير في الأسواق وإن كان لحظي أو مؤقت يعني غير ما في استدامة كبيرة. نعم، لا تنسى طبعا تقرير الوظائف للظهر يوم الجمعة كان قد أدى إلى يعني تراجع لديك في ثقة. نعم الثقة، ولا تنسى تأثر ذلك كثيرا على العائد على السندات. شكرا جزيلا لك سيد رائد الخضر وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. نتوقف معكم في فاصل قصير، نعود ومن بعده نستمر في فتح نوافذنا على بقية الأسواق.